السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، اوعى تنسوا اللايك فضلا وليس امرا. النهارده الفيديو الثاني نازل، بس هيبقى مدته قليله. يعني والله انا حزين على ما يحدث في المنصه العالميه لليوتيوب في الكاتيجوري المصري. شيء صعب جدا، ومش عارف اخش انتقد لان اي موضوع، لان الناس كلها زعلانه والناس كلها بتتخانق. يعني اذا كان فيه كوفيد 19 فاحنا اتصدنا بحاجه كده ما تعرفش، الناس كلها ماسكه بعضها وعلى ايه حاجات كلها، يعني انا مش عارف. ويعني طب خلينا يا عم عادل في اللي انت هتقوله النهارده. اللي انا بقوله النهارده ان الاخت فاطمه شافت في احد الفيديوهات عند الاستاذ حسن الهلالي تعليق لياسمين، انا والله ما تحققت منه، ان ياسمين معلقه على ما معنى ان الطرف الثالث هو فلانه، وبالتحديد هو ام ضني، انها هي مسؤوله مسؤوليه تامه عما حدث لهذه المشكله، وانها كان يجب تحلها. طب انا هفترض ان ده فيك، مع ان انا ما شفتش لسه، وانا متاكد ان عمر فاطمه ما هتقول حاجه فيك، لان بالتالي دخلت اكيد وتاكدت ان ده القناه الرسميه بتاعت ياسمين. لكن انا بقى هحط وجهه نظري من ناحيه تانيه خالص. هل نحمل والد ضني المسؤوليه الكامله عما حدث من خلاف امتد لهذا اليوم؟ وهل ده ممكن يبقى فيك؟ وهل ده ممكن تبقى اشتغاله بسبب حتى العناوين الرنانه اللي بتحطها ياسمين؟ هنتكلم في كل ده في جزئيه بسيطه جدا. الحاجه الثانيه اللي انا الطامه الكبرى ما شفته من مغتربه بوردو، شيء صعب جدا 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 اللي انا شفته. التبرير هو كل انسان حر. انا دلوقتي حاطط في فازه ورا فيها حاجه، طالما ان انا متابعيني ما علقش بقى عليها، ما اديش مبرر، لكن ومن افعالكم سلطت عليكم. يعني ازاي في نفس الفيديو في الدقيقه 6 جايب صوره الكهف وجايب مين؟ فضيله الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وامام وخطيب بالحرم المكي الشريف. انا لما رحت المدينة المنورة تمنيت في حياتي انني القي نظرة على هذا الرجل، وكانت معايا حماتي الف رحمة ونور تنزل عليها، قالت لي انت نفسك في ايه؟ قلت لها انا نفسي اشوف الشيخ عبد الرحمن السديس. سبحانك يا رب، اجي انا نصيبي ابقى اول صف في اللي بيصلوا في الحرم المدني اللي هو المسجد النبوي يعني في المدينة المنورة، ويكون هو الإمام بتاعنا الشيخ عبد الرحمن السديس ويسلم عليا بعد نهاية الصلاة. وأنا فضل دموعي تنزل، والحاجة قالت لي ساعتها مالك بتبكي وكده وبتاع، قلت لها حصل، قالت لي سبحانك يا رب، ده أنت كنت بتتمنى إنك تشوفه بس كده في الحرم. قلت له نصيب أجيب هذا فضيلة الشيخ اللي عند جميع الدول العربية والدول الإسلامية قيمة وقامة كبيرة جدا، فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب بالحرم المكي الشريف، وأجيب وراه سرير لبنتي، وأدي مبررات خاطئة لأي كلام وصور. أنا بتقولوا ما دولنا ليه؟ دي أعتقد لها مارلين مونرو الصور اللي كانت في ظهر السرير، في الظهر مش في الوش كمان، يعني اللي رايد على السرير مش هيشوفها، الصور دي محطوطة لحد يشوفها وهو على السراحة حاجة زي كده لأنها في الظهر. طب فين اللي في المواجهة؟ وأجي أقول مبرر يا ريتني ما اتكلمت. هو كل إنسان حر يفعل بما يشاء، فلا داعي للتبرير الخطأ بخطأ. أقول إن ولادي متربيين على الطريقة الأوروبية ومن حقهم يعلقوا اللي هم عايزين يعلقوه. ما قبل كده إحنا لما اتكلمنا على توباك شاكور وقلنا هذا المطرب الأمريكي مدمن المخدرات و و و و و والماسوني اللي اغتيل سنة 94، وقبل كده اتعملت له محاولة اغتيال، عمره ما يكون نموذج أبدا للشباب العربي المسلم.
ولا ان هو يتحط على الصدر، خاصة ان ليها علامة خطرة جدا جدا جدا، وانا مش هعملها تاني، لان احتراما وتقديرا لمحبي ومتابعي عادل فتحي. اجيب بيقولوا دي مادونا اللي هي المطربة والراقصة، لا دي اعتقد مارلين مونرو ملكة الاغراء في العالم كله، اللي ماتت اعتقد سنة 62، مش مادونا، دي مارلين مونرو ملكة الاغراء اللي انتحرت نتيجة خدت جرعات برضو لما جمالها بدأ يزول وكلام من ده، خدت برشام وانتحرت يعني، وحصل لها دور اكتئاب. لا انا احط صور تانية خالص، بلاش، محدش قال لها حط صور شيوخ، مش عايزة تحط صور قرآن، تحط صور عصافير، تحط صور مناظر طبيعية تتأمل فيها تديها طاقة إيجابية. إنما أجي مادونا والشعر بتقوله، طب ما مثلا في أوروبا مثلا، مثلا يا أم حسين، أنا بضرب مثل يا أم حسين، أنت هتمسك لساني. في أوروبا مثلا البنات بتصاحب، مثلا، يبقى إيه أنا لو بنت أوروبية تصاحب، أو ابني متربي في أوروبا يصاحب؟ لا طبعا. يعني إيه مش عارف أولادي متربيين على الطريقة الأوروبية؟ يعني لو لقيته مثلا ابني بيحتس الخمر، أقول له عادي ولا أقول له ده عيب؟ أقل حاجة أقول له بلاش الصور زي دي تبقى في الخال، حط الصور مناظر طبيعية، أو ما تقتحمش غرف في النوم بتاعت الأولاد وتطلعها للناس، لأن غرف النوم فيها أسرار كمان غير الحاجات دي. ممكن يبقى أندر حاجة كلام من ده، قميص كلام من ده، يعني حاجات ما تصرش انت داخله غرفه النوم تصر لنا ايه؟ هنتفرج على ايه؟ هو حشو فيديوهات وخلاص؟ لا، خطا كبير جدا 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 عرض الحاجات دي للناس، اساءه كبيره. الا غرف النوم بقى، وخاصه ان ممكن واحد بقى حاطط لي بقى في غرف نوم مثلا واحد وعامل لي صدره مش عارف، وما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش بحجه ان ده كل واحد، ما انت حر طالما انك لم تضر. ما علينا، نخلص الجزئية دي ونخش على الكومنت اللي اتكتب عند الأستاذ حسن الهلالي وردت عليه ياسمين وأثرته أختنا الفاضلة فاطمة، وبيقولوا ما معناه أن أم ضني هي السبب، هي اللي سخنت ضني على ياسمين، ده المعنى. لا أنا هجيب المعنى تاني خالص، أين دور أم ضني؟ محدش يقول لي أصل في خلاف ما بين مش عارف ياسمين وام ضني وما كانتش بتروح لها، هو في حاجه اسمها ما بترفع لهاش؟ يبقى في خلاف وما فيش ود. طب ما ناجي على الود، ما العيب على مين؟ يبقى العيب على الزوج، يعمل توفير ويقول لها احنا لازم نقضي اربع وخميس وجمعه عند ماما، يبقى ثلاث ايام هنا عند ماما وادفي ماما، واربع ايام هنا في الحفريه. يبقى العيب على مين؟ العيب على الزوج. او لو يقدر يشطب الشقه اللي هناك ويستقر هناك ويبقى هنا مثلا خميس وجمعة وخمس أيام عند أمه، شيء رائع. لأن ممكن الأم تقول لك ما هي خدته وخطفته منه وخدته عند أمها وبقى ابني راح مني، ما هي دي كلها حاجات. ولكن أنا بقى هحط لساني على صوت، يعني على صوت فاطمة، وهقول إن أي شاب بيغضب مراته والفطرة بالطول بيبقى أهل الولد هما شبه، مش عايز اقول مؤيدين وموافقين، لان ممكن الام تخليه تقيل، يعني تقول له بقول لك ايه، ما تروح لمراتك، انا ما فيش حيل ان انا اغسل واصبن واعول، انا مش طايقه يا عم، ما ينفعش كده، لازم تروح لمراتك، لازم تصالح مراتك. فزي ما بيقولوا الكلام ده بيخلي الراجل تقيل على اهله، فبالتالي بيروح لبيته. أما لما يلاقي الرحم والسعر فبيتمادى في عملية المشاكل دي. كل التحية وكل الاحترام، يا رب أكون قدرت أوصل النتيجة في فيديو 9 دقايق و30 ثانية. كل التحية ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.